القانون البيجي الكل استبعدها الاعلام. لا انا عندي حاجه اخرى وزاره الدول الدينامسيه حمله مانيش مسامح قررت واخذت على عاتقها الانتشار مركزيا وكذلك جهويا ومحليا في الجهات، وهذيك هي حمله مانيش مسامح متحليه بروح المسؤوليه، تتحمل مسؤوليتها في النزول للشارع، تتحمل مسؤوليتها في الوقوف الى جانب كافه اعضائها ومنظوريها والمنتصرين لهذه الحمله في وجه الاله القمعيه والقضائيه التي انخرطت السلطه بعد في تخديمها وتشغيلها ضد نشطاء حمله مانيش مسامح. نظمنا وقفه احتجاجيه قدام البنك المركزي في صفاقس، وقبل ما تبدا الوقفه تقريبا بنصف ساعه وقت اللي بدا التجمع الامن تخلى علينا قدام المقهى، يعني مازلنا ما وصلناش قدام البنك المركزي، وصارت مواجهات عنيفه، تم اطلاق الغاز المسيل للدموع اكثر من مره، تم تفريقنا، تم الاعتداء بصفه وحشيه على المتظاهرين. الحراك المواطني المجتمعي هذايا مستقل وحريص كل الحرص على طابع او الهويه المستقله هذه، طبعا ماهوش باش يكون حراك اقصائي او سكتاري، بل بالعكس هو مفتوح للجميع ويعمل على تجميع كل القوى المناهضه والرافضه لمشروع تبييض الفساد. القانون هذايا يحب يبيض السراق ويبيض الناس اللي عاونوهم باش يسرقوا البلاد، مثل هذه الأوضاع اللي فيها إرهاب تستغل لتقييد الحريات ولي ذراع الإرادات. وهنا نسمعوا توا حتى للبارح شيء يسموا الأذان، البارح آخر حاجة قال لك هاو باش يندسوا بيناتكم إرهابيين. يا سيدي احنا هابطين شرح بالبرقيبة، وما عليك انت كان تحمينا من الإرهابيين اللي خاطر وزاد بيي بور سا. نريد أن نوصل رسالة، منذ كان بن علي يحكم عندما خضنا معركة لا للتوريث، يعني يا بن علي أنت خارج عن القانون الموجود لكنه لا يسود، هم اليوم في وضع الخارج عن القانون، هم الذين خرقوا القانون الأساسي اللي اسمه دستور، ونحن نريد إلزامهم بالقانون، نحن لسنا في وضع الخارجين عن القانون، الثوريون هم الديمقراطيون والمستبدون والفاسدون هم الخارجون عن القانون، ما نطالبهم به اليوم وغدا وبعد غد هو إلزامهم بالقانون. من ناحية التقنية أعيدها وأكررها، نص في ذاته ضعيف المبنى، وقلت باش تفهموا خاصة خاطر فما مشكلة الناس والإعلام مش فاهم، مش الإعلام المواطنين مش فاهمين. الملف يحكي على ثلاثة مسائل قابلة للفصل ليست متجانسة. أولا العفو على الفاسدين من الدولة، مئات من القضاة والأمنيين والموظفين والوزراء الفاسدون إن لم يقدموا مطلب صلح من منافع أن تحصلوا عليها فأنهم تطلقوا أيديهم بمقتضى القانون. على مستوى التشريعي هذا يخالف ويمس قانون المصادرة، وأعرفه عملت 4 سنين واش في القانون المصادرة، ومن أسباب اللي خلتني أستقيل هو السبب هذا. كذلك يمس الهيئة العليا للرقابة على مقاومة الفساد بتاع سي سمير العنابي، ينتفوا عديد المؤسسات. ثم لو كانوا عارفين بالقانون لماذا لم يقولوا أين هي الفصول متاع العدالة الانتقالية التي ستلغى؟ ما هم باهين في القانون، ما قل الفصول على الأقل، هم 80 فصل بالقرعة، أنا باش نعرف أنه اللي يناقض ولا لا يناقض. السواد الأعظم من هذه التحركات ما واجهتها السلطة في شخص وزارة الداخلية بالهراوات، بالملاحقات، بالغازات المسيلة للدموع، وكذلك بالإيقافات والإحالات العشوائية على القضاء. أكيد جدا الندوة الصحفية كانت اليوم مناسبة لأعضاء ونشطاء حملة مانيش مسالح للتنديد بهكذا ممارسات انخرطت فيها السلطة، وهي التعامل مع خصومها والتعامل مع الحركات والحراكات المعارضة لخياراتها المركزية بتوظيف الآلتين الأمنية القمعية البوليسية والقضائية الهرسلية. في تقديرنا الممارسة هذه أبرزت فشلها الممتاز في السابق، ولن تفرز اليوم غير الفشل وغير مزيد الاحتقار. حملة شبابية وما عندها غيظ على حتى طرف سياسي، وما عندها غيرة كان على مستقبلها الشباب هذا اللي تتكون منه الحركة، هي بعيدة على المزايدات السياسية، وكونها بقدراتها المحدودة وصلت الحراك إلى مختلف جهات الجمهورية دليل كذلك على أن الجهات هي أكثر المناطق الحساسة لمساوئ هذا القانون.
حقيقة دائما الهيمنة تبدأ من التسمية، استراتيجيات التسمية، يعني نحن نريد المصالحة والشارع أو هؤلاء يعني النشطاء ضد المصالحة، هذا ليس صحيح، يعني المغالطة معناه من هنا، لأنه هو ثم إرادة لتبييض الفساد وأعطوها أحسن اسم، اسمه يعني المصالحة.